لابته لابته وقفة شوميلة 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 يا راعي مرموق راعي أيضا غيرها من الأسماء حاضر اليوم حاضر بكل قوة حاضر بكل قوة صالح بن حمد بشريدة يقتطف وينتزع هذا الشوط المفتوح والعصا يا بشريدة كانها تسلم على الغارب الأصيل ما تحرك أبدا لين تصل إلى خط الصراع هذه شتان سلام يا شتان سلام أشكرك يا صالح يا بن حمد يا بشريدة ولكن دير بالك من الزبارة الله يا سلام ولكن شتان 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 سلام يا بشريدة سلام سلام يا صالح يا بن حمد يا بشريدة على انتزاع شتان لهذا الشوط الأول الرئيسي تهانينا والناموس لصالح بن حمد بشريدة المركز الثاني وصلت المركز الثالث ولكن انحصرت المنافسة إن لم يكن للشاعري رأي آخر في هذا الموقف اللي بالمركز الرابع الشاعر القريصي قادم بكل قوة ولكن الشنجل الصياد انطلق وفاز فاز الصياد يا اخواني حمد بن صالح بن حسين بن طاهش يحقق ناموس هذا الشوط اللحظات الاخيرة اللحظات الحاسمة حسمها الصياد تهانينا والناموس لمالك الصياد على المركز الاول محقق ناموس هذا الشوط بشعار حمد بن صالح بن حسين بن طاهش تهانينا والناموس المركز يا سلام هدت الهدة محمد بن كردي بن طالب المنخس المري ولكن بن جبران قادم مع ريمة واللورد يحاول الشعار السيلاوي ولكن الناموس في شوط العمانيات مع هدة اللي هدت الى خط النهاية هدت الى الناموس انهدت على الناموس محمد بن كردي بن طالب المنخس المري Good morning للمنخس صباح الناموس صباح ولا أروع في شوط العمانيات الرئيسي تانينا والناموس فوز الهدى بالمركز الأول المركز الثاني هذه اللحظات تواجد بارود مع ثاني المراكز الله ولكن خلاص الوسمي غادر بناموس هذا الشوط مشاهدين الكرام الوسمي بانتصاراته بتحدياته المميزة يتقدم يظفر بهذا الناموس الشوط الرئيسي شوط العمانيات مع الوسمي تهانينا والناموس من هذه اللحظات المبارك بن محمد بن زايد الخيارين على هذا الفوز هنا مع لحظات وصوله الى خط نهاية تهانينا والناموس على هذا الانتصار تهانينا المبارك بن محمد بن زايد الخيارين ثاني المراكز والصلاة عوايد على المركز الاول شوفوا شعار الشنجل قادم في هذه اللحظات هناك بين الصفوف الخلفيه ولكن الله يا عوايد بدون اي تعليمات تذكر على عوايد هنا في المقدمه عصاها مثبته يا سلام الله يا عوايد سليل عوايد ولكن شوفوا القادمه الله مع هذا الاداء هنا في هذه اللحظات مع الانطلاق نتابع هناك رسالة خيط من ناصر محمد بن ناصر الشنجل على المركز الثالث هنا في هذه اللحظات ولكن عوايد شوفوا بن جبران قادم في هذه اللحظات الامتار الأخيرة مع عرفات ولكن تهانينا هنا الدخول يا سلام الله 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 الله, الله. بنشوف الإعادة ثلاث مراكز
طالب بن سعود بن ناصر العجمي مع البداية والصدارة، شعار الفهادي يريد الناموس، يريد أن يذهب بالناموس هناك إلى ميدان الشهيد. الله 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 على هذا الأداء، الله على هذا الأداء والانطلاق هنا مع هذا الأداء المميز، صاحب عوايد، صاحب انتصارات، أيضا صاحب كأس الخليج في ميدان الشهيد، شعار الفهادي. مشكور يا فلاح، مشكور يا فلاح على أيضا هذه المتابعة، والناموس لك يا طالب على هذا الانتصار. تهانينا والناموس لمالك المدعي طالب بن سعود بن ناصر العجمي على هذا الفوز. الهملولية على مقدمة الشوط مع اللحظات الأخيرة مع الأمتار الذهبية. يا سلام يا هو تحدي، هنا نتابع هملولة وهملولة مع الناموس، هملولة مع الانتصار حتى اللحظات. خالد بن سعيد بن محمد آل فهيدة يقدم هملولة، ينطلق مع الناموس مع التحدي مع الأمتار النهائية، وهملولة هي الأقرب. يا سلام يا سلام يا سلام، البداية مع هملولة، الناموس مع هملولة، مع اللحظات الأخيرة والمحاولات من شقرة، ولكن هملولة من الرابع، من المنتصر في اللحظات الأخيرة. ولكن سلام الفيدة، سلام هملولة، تهانينا يا بن يحيى على هذا الفوز والناموس والانتصار. خالد بن سعيد بن محمد الفيدة المري اللي قدم هملولة في تحديات. وتقدم مشاهدين الكرام، من اللي واصل في هذا المسار يتقدم هنا ايضا في هذا الانطلاق الرائع والجميل. هنا ايضا مشاهدين الكرام شعار الفهيدي من الجانب الاخر وشعار الزعبي، ولكن البدايه الله يا سلام، الله الله الله، مهاجر مهاجر مع المركز الاول، ولكن تابع مشهور محمد بن علي بن سعيد الحسن الفهيده يقدم لنا ايضا انطلاقه شعاره مع مشهور شعار بن رشدان. الله الله الله، مهاجر مهاجر ولا مشهور، ولكن مشهور يغير يغير مشهور نحو الصدارة. محمد بن علي بن سعيد آل فهيدة يقدم لنا مشهور. الله يا سلام، سلام مشهور، سلام على هذا الأداء المميز. ومشكور يا محمد بن علي بن سعيد آل فهيدة البري من قدم لنا مشهور في هذا الشوط الثاني والناموس المركز الثاني. هنا وصول آخر، يا السلام، شوف القادمة غبة، محسن بن راشد بن هادي بن علي بن قرح قادم في هذه اللحظات، ولكن نعود نعود إلى بمهيرة 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 على المركز الأول على المقدمة هنا في هذه اللحظات مع بلبلة بلبلة بلبلة، ولكن شوفوا يا سلام يا غبة 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 بلبلة بلبلة وغبة، الأمتار الأخيرة الأمتار الخطيرة بلبلة، يا سلام يا سلام يا غبة 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 غبة، يا سلام يا غبة على هذا الأداء هنا، ولكن بلبلة بلبلة غبة، الأمتار الأخيرة الأمتار الأخيرة، سلام يا راعي غبة، سلام لمحسن بن راشد بن هادي بن قرح، تهانينا على هذا الفوز وساعة الوصول إلى خط النهاية معلنة الفوز والناموس. هجنة سيرية بن دلموك مع لهب، لهب قادم حمد بن صالح بن حمد بن ناصر بن دلموك، ولكن العودة إلى الصدارة إلى السليماني، السليماني يغادر يغادر بهذا الناموس هناك إلى أهالي ميدان الشهيد. برجي مشكور مشكور على هذا الأداء والحضور الممتاز هنا مع السليماني. عبد الله بن علي بن راشد المري خاطف الناموس هذا الشوط، واسعد الله صباحكم يا اهالي ميدان الشهيد، حضور مميز هنا مع السليماني، تهانينا والناموس لعبد الله بن علي بن راشد المري على هذا الفوز والانتصار. ثاني المراكز وصل لها الله
هذه الداودية مشاهدينا الكرام تحتل المركز الأول وتنتزع هذا الناموس المميز وتهدي السلام إلى أبناء الرياض. تهانينا تهانينا والناموس لفحام بن ظافر بن عبد الهادي الرشيد، والتهنية لسلطان بن ظافر بن عبد الهادي الرشيد. من يتابع هنا مشاهدي الأعزاء، نتابع الداودية، الداودية مع التحدي، الداودية مشكور مشكور يا فيحان على هذا الأداء الجميل والرائع. تنطلق الداودية تنتزع المركز الأول، سلام للسعودية، سلام سلام يا فيحان، سلام سلام الداودية على هذا الأداء الكبير والحضور المميز. تهانينا والناموس لفيحان بن ظافر بن عبد الهادي الرشيد اليامي، والتهنئة موصولة لسلطان بن ظافر بن عبد الهادي الرشيد اليامي على فوز الداودية بالمركز الأول. المركز الثاني سمحة. صباح مع تحديات هذا المسار، حمد بن علي بن حمد بن جابر بن دجران يتقدم مع الناموس، مع شاهين، مع الانتصار، مع الفوز والناموس. يا سلام على الأداء الكبير، خلاص خلاص يا بن دجران ما عاد تقول لشيء، خلى على راحته. هنا شاهين يحقق الناموس، يحقق الانتصار، يؤمن الموقف مع اللحظات الأخيرة. حمد بن علي بن حمد بن جابر يتقدم مع شاهين في المركز الأول في اللحظات الأخيرة، أعلن تواجده مع لوحة الكيلو متر الأخير وهجم نحو الناموس والانتصار. سلام شاهين، سلام سلام لحمد بن علي بن حمد بن جابر على هذا الفوز، على هذا الانتصار. تهانينا وأسعد الله صباحك وصاحب نقطة في مهرجان المؤسس، مشكور. شديدة غانم بن محمد بن زايد المطوع الخيارين يقدم لها شديدة مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط، لكن دير بالك وصل شعار الهديفي يقدم لنصيحة حمد بن غانم بن سلطان. الهديفي وصل بمقارح، يصل يقدم لنا أيضا انطلاقة قوة محمد بن راشد بن بخيت بن الحميدي بمقارح مع المركز الثالث، ولكن شديدة شديدة مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط تقدم لنا هذا الأداء المميز، ولكن نصيحة امصيحة حمد بن غانم بن سلطان. انا هديفي اهالي معذر، ممثل معذر الدايم يقدم لنا مصيحة او يقدم لنا مشاهدي الكرام مصيحة امصيحة. سلام لهديفي، سلام سلام معذر، سلام ومشكور يا بن ديلة على هذا الاداء المميز والجميل. تهانينا والناموس الحمد بن غانم بن سلطان، انا هديفي على هذا الفوز والانتصار المركز الثاني. العنزان النعيمي على البداية يقدم الشهانية، ولكن من الجانب الآخر مصيونة مصيونة. وهنا أيضا مشاهدين الأعزاء العنود عبد الله بن سالم بن عبد الله، ولكن أتابع الأسماء أتابع شعار صيد الرموز، ولكن مصيونة مع البداية، مصيونة مع التحدي، مع الإثارة في اللحظات الأخيرة، مصيونة للسيد هادي بن محمد بن حويل الغفران المري. وهنا أيضا شعار بن حفيظ بدأ يتدخل في هذه اللحظات، أو الطيارة الطيارة مشاهدين الأعزاء ركاب الحزام بن محمد بن راشد المري مع المركز الثاني، ومصيونة مع البداية، مصيونة مع الناموس، مصيونة مشاهدين الكرام تنتزع عن المركز الأول. تهانينا وناموس لهادي بن محمد بن حويل الغفران المري على فوز مصيونة بالمركز الأول. المركز الثاني الطيارة. الدوحه الدوحه الدوحه، الله على الدوحه، انطلقت بهذا السلام والتحيه والاحترام مع شعار مالكها عبد المحسن بن محمد بن علي بن ديله. سلام على هذا الفوز والانتصار. هنا حفله على المركز الثاني مع عبد الله بن علي بن عبد الله العطيه هناك في هذه اللحظات، ولكن خلاص قفلت الشوط، قفلت الشوط الدوحه. سلام يا بن ديله، سلام سلام مع الشوط الرئيسي للانتصار والمنتجين. ناموسها عن ناموسين، ناموس الفوز وناموس الانتاج. سلام يا الدوحة، سلام سلام والتحية والاحترام مع هذا الأداء، وساعة وصولها إلى خط النهاية معلنة الفوز والناموس. تهانينا لمالك الدوحة عبد المحسن بن محمد بن علي بن ديله المري المركز الثاني. شعار العطية مع السمح، وهنا الحاكم هنا مع بن فراج محسن بن علي بن مبارك بن سالم الفراج
يقدم الحاكم، ولكن السمح غير في هذه اللحظات وخطف المركز الأول. محمد بخاد بن عبد الله العطية على أول المراكز، السمح مع البداية، السمح مع الناموس، ولكن الحاكم يحاول في الأمتار الأخيرة في اللحظات الخطيرة. الحاكم والسمح، الناموس وين؟ الناموس حائر طائر ما بين هذا الشعرين. هنا مشاهدين الأعزاء نتابع العطية وأيضا الفراج، ولكن السمح خطف الناموس، خطف كلمة الناموس في هذا الشوط في أشواط الإنتاج والمنتجين. السمح تهانينا، والناموس محمد بخاد بن عبد الله العطية على فوز السمح بالمركز الأول. والمركز الثاني الحاكم محسن بن علي بن مبارك بن سالم الفراج. المري خادمة في أول إذاعة، وفي المركز الرابع ثريا، ولكن عودة إلى المقدمة، عودة إلى الصدارة، إلى البداية، ما شاء الله يا فزعة. والعصا في الأبطان، دفع ذاتي وأداة تلقائي على مقدمة الشوط. الله 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 الله، يا سلام على أداء الكبير، يا سلام على أداء المثير مع فزعة خليفة بن علي بن حمد العطية ينطلق هنا. وهذه مشاهدي الأعزاء لحظة إصدار الأوامر والتعليمات. مشكور يا بن زويد يامن، تتابع فزعة هنا مع اللحظات الأخيرة. سلام العطية، سلام العطية، سلام سلام فزعة، سلام. العرض النهائي أمام الجمهور، تهانينا. والناموس تصل إلى نقطة الصفر وإلى خط النهاية، معلن الفوز والانتصار. تهانينا لخليفة بن علي بن حمد العطية على فوز فزعة. العطية يقدم ناظر غام في هذا المسار المميز، والجميل خليفة بن علي بن حمد العطية مع المركز الأول، ولكن مصيحان يضغط على الصدارة مع ثاني التحديات. عبد الله بن سعيد بن تخيل أبو صلعة والعطية قادم، ولكن ضرغام مع البداية ما طاعي سلم الصدارة. ضرغام مع المركز الأول، العطية يقدم ناظر غام، خليفة بن علي بن حمد العطية، سلام العطية، سلام العطية، سلام خليفة بن حمد العطية. مشكور يا اليحافي صالح بن زويد اليحافي. والنقطة الثانية لهذا الشعار، سلمت يمينك على هذا الأداء المميز والجميل، تهانينا. والناموس على هذا الفوز وهذا الانتصار. المركز الثاني وصل مع المركز الثاني مصيحان عبد الله بن سعيد بن تخيل أبو صلعة على المركز الثالث. دارنا اللي معاه.